تليت جانجليون ميديالي، وبعدين عندنا السبيريور انتركوستال ارتري، وبعدين الفنترال ريمس. الفنترال ريمس بتاع التي 1 كان احنا قلنا ايه، كنا قلنا ليه كانت اللي ماسك هنا الترانسفير اللي هو التي 1 الفنترال ريمس بتاع التي 1 ماشي. ده كان الاتيبيكال الفيرتيبرا. الفيرتيبرا احنا عندنا البادي دي بتبقى صغيره، بتبقى هارد شيب دي البادي. وبعدين ده الفيرتيبرا الفوراميل. عندنا ترانسفيرس بروسيس دوت بيبقى عنده الفاسيتا وماسك فيني سموث ارتيكولار بارت اوف ذا ريب اوف ذا سيم نمبر. يعني عندنا ده السباين بيبقى لو في ليجامنت هنا يبقى سوبرا سباينس ليجامنت، وقدام خالص قدام البادي في ليجامنت برضه اسمه ايه، اسمه الانتيريور لونجيتودينال ليجامنت. ورا البادي يبقى بوستيريور لونجيتودينال ليجامنت. تمام، بوستيريور لونجيتودينال ليجامنت. وبعدين في طبعا قلنا برضه السوبيريور ديمي فاسيت والانفيريور ديمي فاسيت في الفيرتيبرا. سوبيريور ديمي فاسيت وانفيريور ديمي فاسيت بيمسكوا برضه في الريبز، يعني اللي فوق ايه الفوق واللي تحتها. تمام. ودلوقتي عندنا برضو الفورامين، ده الانترفيرتيبلر فورامين اللي ماشي في السباينال كانال، وفي الماسك بقى ترانسفيرس بروسس هنا، في بعديه البيديكلز. البيديكلز هنا اهي بيديكل وهنا بيديكل. تمام، ممكن نشوف البيديكلز برضو من ورا، والبيديكل ممكن نشوفها البيديكل. تمام، البيديكال. تمام، الارتيكولار بروسس، في السوبيريور ارتيكولار بروسس دول بيمسك برضو مع الانفيريور بروسس بتاع اللي فوقيها بقى الارتيكولار اللي فوقيها. ودي الانفيريور ارتيكولار بروسس بتمسك بقى مع اللي تحت، الفيرتيبرا اللي تحت. كده كان السوراكيك اللي هو الريبز والفيرتيبرا. والسلام عليكم.